هنا في معرض الجزائر الدولي للكتاب وفي ذكرى الفاتح نوفمبر تتوجه أذهان القراء نحو الرفوف التي تحتوي كتب الذاكرة الوطنية. معرض الكتاب في طبعته 26 يشهد توافدا لافتا للنظر على أجنحة ورفوف كتب التاريخ، وهو أمر يتماشى مع توجه الدولة في صون التاريخ الوطني وترسيخه للأجيال. لاحظنا من هذه الطبعة إقبال جمهور من جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب والأطفال على الكتاب التاريخي وكل ما تعلق بالثورة. وما ميز هذه الطبعة أننا وفرنا كتب حتى لذوي الهمم وكان إقبال كبير عليها. في هذا الطبعة حاولنا أن نعرض مجموعة كبيرة في كتب تاريخية، والحمد لله شاهدنا أن هناك إقبال للكتاب التاريخي للطلبة والأساتذة والباحثين. في هذه الأروقة تختلف العناوين والتخصصات، لكنها تتقاطع عند هدف واحد، وهو تسليط الضوء على محطات كثيرة من تاريخ الجزائر وثوراتها المجيدة للطلاب والمهتمين بالتاريخ وكافة شرائح المجتمع. رغم أني نقرأ هندسة معمارية، لكن هذا الشيء ما خلى اهتمام تاعي بالتاريخ والثورة، وجيت وشريت الكتابات متعلقين بالثورة التحريرية وخاصة التاريخ الجزائر بصفة عامة. اليوم يعني أول نوفمبر تاريخ الجزائري، وهو يعني رمز وشيء عنصر لا يتجزأ من هويتنا الوطنية. جينا نشوف يعني الكتب الموجودة في هذا المجال، مهتمين يعني كثيرا بهذا الشكل، يعني كل ما يصدر يعني من مذكرات لشخصيات وطنية وغيرها مهتمين جدا، لأننا ندرك تماما يعني أهمية الموضوع وأهمية هذا الجانب، يعني جانب التاريخ خاصة بالنسبة للناشئة. وأنت تتجول في المعرض الدولي للكتاب في الجزائر ستسافر عبر الزمن، فأينما وليت وجهك تجد كتبا تعنى بتاريخ الجزائر، ليكون بذلك معرض الجزائر الدولي للكتاب جسرا آخر يربط بين جيل اليوم وتاريخ الوطن المجيد.